بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. إخوتي الكرام في سورية الحبيبة، لا شك أن كرباً عظيماً قد ألم بنا، وأن محنة شديدة قد نزلت بديارنا، ولا كاشف لها إلا الله تعالى. وللنبي صلى الله عليه وسلم هدي ينبغي أن نهتدي به في محننا وشدائدنا، ومن بنود هذا الهدي القرآني النبوي أولاً الرضا. ففي الحديث الشريف: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وقد سمع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رجلاً يقول: يا رب، هل أنت راض عني؟ فقال له: وهل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ فقال له الرجل: كيف أرضى عنه وأنا أطلب رضاه؟ فقال الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. أيها الإخوة الأكارم، والرضا لا يتناقض مع العمل والسعي، ولكنه حالة نفسية يمتلئ بها قلب المؤمن، فيسعى ويعمل، ولكن لا يغيب عن ذهنه للحظة واحدة أن قضاء الله خير، وأنه راض عن الله تعالى مهما تكن النتائج. ثانياً الصبر، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وعن عبيد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن أبا عبيدة حُصر، فكتب إليه عمر: مهما نزل بامرئ من شدة يجعل الله له بعدها فرجا، ولن يغلب عسر يسرين، فإنه يقول: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثالثاً التوبة والاستغفار، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. رابعاً عدم اليأس من روح الله مهما يطل الانتظار، قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متفائلاً في أشد الساعات عسراً. فهذا زيد بن حارثة رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق عودته من الطائف، وقد آذاه أهلها وأغروا صبيانهم به حتى سال الدم من قدمه الشريف، يقول له: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك، يعني قريشاً؟ فقال: يا زيد، إن الله عز وجل جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاً، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. خامساً الدعاء، قال عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون. قال عليه الصلاة والسلام: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء؟ إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من أمر الدنيا دعا به ربه ففرج عنه. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: دعاء ذي النون يونس: لا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. أيها الإخوة الكرام، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا نزل به هم أو غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وذكروا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: عجباً لمكروب غفل عن خمس وقد عرف ما جعل الله لمن قالهن. قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وقوله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. وقوله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقوله: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فالذكر الأول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ومعناه عميق جداً، أي إنا لله، نحن لله، جوارحنا لله، حياتنا لله، نحن لا نملك أنفسنا حقاً، فهو خلقنا وهو أعلم بما يصلحنا، ولسان حالنا ينبغي أن يكون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإنا إليه راجعون، مصيرنا إليه ونحن راجعون إليه بهذه المصيبة، فقد فهمنا الحكمة منها وعلمنا أن كل مصيبة نزلت بنا إنما هي من أجل أن نرجع إلى ربنا وأن نتوب إليه وأن نصطلح معه ونقطع كل معصية ونصحح كل مخالفة في علاقاتنا به وبخلقه. وأما الذكر الثاني فهو حسبنا الله ونعم الوكيل، وجزاؤه نعمة من الله وفضل، ومعناه أن الله كافينا وهو وكيلنا ونعم الوكيل. فلنفزع إلى الوكيل في هذه الشدة ولنسلم له القياد ولنثق به. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وأما الذكر الثالث أفوض أمري إلى الله، ومعناه التسليم الكامل في كل أمورنا لله تعالى، إذ ليس لنا من الأمر شيء، والأمر كله بيده جل جلاله وحده، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، فلنسلم أمرنا إليه جل جلاله، والعاقبة عندها أن يقينا الله مكر أعدائنا. وأما الذكر الرابع فهو: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وعاقبته وجزاؤه النجاة، وهي لكل مؤمن يعترف بذنبه ويقر بتقصيره ويتجه إلى ربه وحده طالباً منه العون والفرج. وأما الذكر الخامس فهو: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ومعناه
أن تثبيت الأقدام والنصر على القوم الكافرين لا يكونان إلا بعد التوبة والاستغفار، فمتى استغفر العبد ربه واعترف بإسرافه على نفسه فإنه يستحق نصر الله تعالى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم هيئ لسورية أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك. اللهم فرج عنا ما أهمنا وما أغمنا وما أنت أعلم به منا، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.